هي ليست بديلا عن أحد بقدر ما هي محاولة للقول هذه منطلقاتنا وأهدافنا التي يريدها الشعب السوري وثورته. بهذه العبارات بدأت حركة ضمير السورية مؤتمرها التأسيس في العاصمة الفرنسية باريس، محاولة يبدو أن توقيتها أكثر ضرورة نظرا لاختلاط أوراق اللاعبين في المشهد السوري. حركة ضمير عم تحاول تكون صوت للشعب، صوت الشارع، فهي ما عم تحاول أبدا تنافس الحراك السياسي، وحتى من ضمن الوثيقة يلي أصدرناها أنه هي ما حتكون بديل لأي حراك سياسي، هي مجرد ضمير للشارع السوري، ضمير السوريين، ضمير للناس العادية. حتى ولو ضمن هي الحركة في شخصيات مثقفة، شخصيات سياسية، في شخصيات أدباء، في عنا فنانين حتى، بس هن نفسهم حبوا يعبروا عن الشارع واختاروا أنه يكونوا حركة مدنية ثقافية سياسية. تؤكد منطلقات المؤتمرين هنا أنه تجمع مدني سياسي مستمد مبادئه من أهداف الثورة السورية السلمية ومطالبها بالحرية والكرامة. نحن نعتقد أن الغالبية العظمى من الشعب السوري المكلوم، الشعب السوري الذي خسر خسائر، فنعتقد أنه مع الخيار الديمقراطي الذي خرج السوريون منذ البداية عليه، اللي هو حرية